ماني مصدق. يعني ابوك الله يرحمه متزوج سبيكه بكنعان؟ لحظه انا ماني فاهمه شيء. ليلى ابوي كان متزوج بكنعان بعد ما طلقها عمي منصور، فهمتي؟ زين تلقين ابوي يدري؟ امك تدري؟ لا مستحيل مالك. امي لو كانت تدري كانت قلبت البيت على ابوي. حزتها كانت دكتوره بالجامعه لان شخصيتها مو ضعيفه. عيل مين اللي يدري؟ اكيد العم منصور يدري، اكيد يعرف منو زوج طليقته السابقه. لحظه هني مكتوب بعقد الزواج ان الزواج هذا تم لمده سنه. الطلاق؟ ماكو طلاق. زواجهم انتهى بعد موتهم كنعان. بس ترى حسب التاريخ اللي هني معناته كنعان كان واعي 100% لانه كان عايش مع امه. يعني هو يدري ان امه متزوجه. اسيا؟ يعني كنعان يعرف ابوك قبل لا تتزوجون؟